السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بأبرز عناوين هذه الحلقة. مريم الأبيض: أنا لا أتكلم مع سعد المجرد الصديق، بل أتكلم عن البريء. بفضل الدراما المغربية: ربيع القاطي يوجه الشكر لقناة الجزيرة. سكينة درابيل تهاجم فاتي جمال. إيمان بطمة: حب جديد أم عودة لحب قديم؟ التفاصيل في هذه الحلقة. دنيا بطمة تستمر في دعم الفنان المغربي سعد المجرد. المحكمة الاقتصادية تلزم شيرين عبد الوهاب بتسديد 5 ملايين جنيه. رشيد العلالي وحاتم عمور يباركان لفوز خديجة المرضي. لا زالت مصممة المجوهرات المغربية مريم الأبيض مستمرة في دعم صديقها النجم العالمي سعد المجرد إثر الأزمة التي يمر بها حاليا. وصرحت صديقة المعلم في إحدى اللقاءات الصحفية مع الفنانة والإعلامية كوثر بودراجة قائلة: في واحد الوقت كتحسي براسك أقوى من ذاك الشخص اللي قدامك، حيت أنا عارفة شي حوايج يمكن نقدر نتحمل أكثر منه. وأضافت مصممة المجوهرات قائلة: كنشوف باللي ما كاين باش نهضر، حيت كنشوف تفاعلات ديال بعض الناس وديال القبح وديال الحقد، قل خيرا ولا اسكت. ثم ختمت مريم الأبيض قائلة: إلا كتشوف داك الشخص ظالم وتخذ منه الحق فما تزيديش عليها. وكنعاود نقولها: أنا امرأة وأعي ما أقول وتنوزن الهضرة ديالي. أنا ما عمرني نتقبل شي حاجة توقع ليا ولا شي واحد يقهرني ولا يظلمني ولا يظلم مرة وحدة أخرى. ولكن أنا لا أتكلم عن سعد المجرد الصديق، أنا أتكلم عن سعد المجرد البريء. أبدت قناة الجزيرة اهتمامها بالأعمال الرمضانية المغربية، حيث حرصت على عمل تغطية صحفية لمجموعة من الأعمال التي لاقت تفاعلا مهما في الحلقات الأولى من عرضها. وفي هذا السياق حرص الفنان ربيع القاطي على توجيه الشكر لقناة الجزيرة، حيث شارك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مقطع فيديو مقتطف من روبورتاج القناة المذكورة من كواليس تصوير سلسلة المكتوب في جزئها الثاني. وارفق القاطي المقطع الذي نشره بتعليق جاء فيه: شكرا جزيلا قناة الجزيرة على الاهتمام بالدراما التلفزية الرمضانية المغربية، شكرا على مواكبة ومتابعة أعمال الفنان ربيع القاضي، وللإعلام الهادف عنوان لا نخطأ طريقه أبدا، إنها الجزيرة يا سادة. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع كل من الفنانتين سكينة درابيل وفاتي جمال بالبرنامج الرمضاني فاصل ونواصل. ووثق مقطع الفيديو لحظة فقدان درابيل لأعصابها بعد استفزاز من طرف فاتي جمال والإعلام مراد العشابي، حيث هاجمت زميلتها ساكبة عليها كأس عصير مملوء للآخر. يشار أن برنامج فاصل ونواصل الذي يعرض على قناة MBC 5 ومنصة شاهد لاقى تفاعلا كبيرا من طرف الجمهور المغربي. أثارت الفنانة المغربية إيمان بطمة فضول متابعيها الذين تساءلوا عن ما إذا كانت قد انفصلت عن خطيبها أيوب حيمي وتعيش قصة حب جديدة. وسبق للأخت الصغرى لدنيا بطمة أن شاركت مجموعة صور مع شخص غير خطيبها السابق معبرة عن حبها لها. من جهته شارك الشخص المذكور عبر خاصية أسطوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة جمعته بإيمان ورد على سؤال إحدى متابعيه. أوضح بأنهما يعرفان بعضهما البعض منذ سنة 2019، حيث كانت تجمعهما علاقة حب وابتعد لبعض الوقت عن بعضهما البعض لفهم مشاعرهما. الجدير بالذكر أن إيمان بطمة كانت قد أعلنت خطوبتها لأيوب حيمي في حفل عائلي بسيط ولم تعلن عن انفصالها عنها، فقد فضلت التكتم عن الخبر وعدم التحدث عن حياتها الشخصية حسب ما صرحت بها.
حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على دعم زميلها في الوسط الفني النجم العالمي سعد المجرد إثر الأزمة التي يمر بها. وشاركت دنيا بطمة عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة المعلم وكتبت: الله يفرج عليك خويا سعد فهد العواشر. يشار أن الفنانة المغربية دنيا بطمة تدعم سعد المجرد في قضيته منذ إصدار القضاء الفرنسي الحكم في حقه ب6 سنوات سجنا نافذا بتهمة الاغتصاب والضرب العام. أفادت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب حكم عليها من طرف المحكمة الاقتصادية في مصر بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه لشركة روتانا. وجاء قرار المحكمة هذا بسبب عدم التزام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببنود العقد الذي يجمعها بشركة روتانا. هذا وكانت شركة روتانا قد رفعت دعوى قضائية ضد شيرين عبد الوهاب في المحكمة الاقتصادية، طالبت من خلالها الفنانة المصرية بسداد تعويض مادي قدره 10 ملايين جنيه. الجدير بالذكر أن التعاقد الذي كان بين شيرين وروتانا كان ينص على تقديم ألبومين يضم كل منهما 10 أغاني وتصوير 2 فيديو كليب وإحياء 3 حفلات غنائية. استطاعت بطلة الملاكمة المغربية خديجة المردي الفوز بلقب بطلة العالم في الملاكمة محرزة الميدالية الذهبية بمدينة نيودلهي الهندية. وفي هذا السياق حرص الإعلامي رشيد العلالي على توجيه التهنئة للملاكمة المغربية، حيث شارك مقطع فيديو مقتطف من حلقة برنامج رشيد شو حيث حلت ضيفة منذ مدة وأرفقت بتعليق تهنئة جاء فيه ما يلي: خديجة المردي تحقق حلم أمها وتفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، ألف مبروك خديجة السهلي. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.